هذا البرنامج برعاية زين، سامسونج، الخياط للسيارات، سواتش. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني فيميل؟ فيميل مش ميل، اوعى تنسى يا ناسي. فيميل جديد مش ايميل يا صاحبي. فيميل اعطيني مكبس. عندك مكبس؟ هيو رجالي زي الفل. يعني رجائي معقول لساتك زعلان مني عشان نسيتك بالمطار؟ مش زعلان رجائي، بعرفك لما تبرتم. مش مبرتم، من الصبح ما ابتسمت لي ولا ابتسامة حتى. لأنك زنخة. انت كلب. انت الحمارة. انت حيوان. يلا انت اشتقت لك يا كلب. انا اللي اشتقت لك. انا اشتقت لك. انا حاططها على الفيفا لتلاقيها. يلا تعال. ايش مين اللي لابس؟ برمل. يلا طمطم يلا الاغنية. طب قولي الاغنية. انا اسفة، لازم اخر مرة ما عملتها حقق اني خسرت. رجائي حبيبي. انت شو بيعملوا هدول؟ شو بتصرفوا؟ شو الاجواء الغريبه والالعاب فجائيه؟ انهبلوا 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 وتيما انهبلت معهم. خوف الله انها اهبل منهم صارت كمان. توقف لي معهم تعمل لي حركات وبربس بربس. رجائي تعال بربس معنا. بربس بيبي بربس. بطل بده يغني هو على خاطره، يعني هو على خاطره. ما احنا لو موقعين كونتراكت حكان هيك، بس لا ايش حلف على شواربه. لا ايش اعطى كلمه. شو كلمته رح تفيدني وشواربه؟ هلا مش بكفي قاعده عم بشتغل بالويكند بقدر ما اقضي هذا الوقت مع عيلتي. شو بتعملي؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، بدل لي اياه وجيب لي واحد ثاني وما تجيب لي هداك. طب تعالي اقعدي معنا خلينا نتسلى شوي. نعم؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش اوكي، مش اوكي يا حبيبي. تسألني اذا اوكي؟ لا مش اوكي. هاي سكينة، انا رايح اقعد اتسلى معهم. انت كملي الهبل. لا لا حبيبي، بده يوقع كونتراكت اليوم، اليوم قبل بكره، وما بينفع معي هذا الحكي، ما بينفع معي. لا يا بنتي، بعتي المسجات لصاحبتي. مالك قاعد لي على النقرة؟ مالك قاعد لي على النقرة؟ ولك لسه إلك عيادة تشكوني؟ ولك أنا كأخ لازم أدعس عليك، بس أنا رحيم. رجائي حل عني روح ألعب مع بنتك. أيوة، ما هي بنتك نايمة ومرتك عم تحكي تليفون من المطبخ، يعني أنا زهقان صراحة بدي أتسلى. ألعب مع عوض. عوض؟ شو رأيك هيك تغير اللي أنت بتعمله وحط لنا على فيلم ولا أخبار ولا إشي، يعني هيك أسرة سعيدة يوم جمعة. تحلم. طب بلاش، حط لنا جيم ألعبك أغلبك أدبك على صباحك دبك، شو رأيك؟ إذا بعد هذا الليفل جاي تخرب علي عيشتي
يمي يا عوض خرب عليك عيشتك مره واحده. انا غريبه في مملكتي، لا بيتي بيتي ولا اختي اختي ولا عوض عوض. ايش اللي عم بصير؟ بدي ابربس رجلي هون وبربس رجلي هناك وابلعط بشويه مي على كتافي. يعني الواحد راجع من سفره والامور كلها متغيره عليه وكل البيت محجوز، الواحد حتى نفسه يتطلع هيك في زوجته نظره عطف وحنان. مسكره رجائي خلص بكفيك الدراما. دراما؟ انا دراما هلا صرت؟ مهند، بس كنت بدي احكي لك انه I love you. مهند، I love you. عن جد؟ وانت كمان؟ طب ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك. حبيبي ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري يمسك. ما تيجي هنا خد فكرة، انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة. كمل روحك ده نصك، ده غرام ما بينا. اخدنا بالي ده انا مش نينا. منواب عمي عم تحكي؟ يلا تأخرنا. يلا هيني هيني طالعة. برنسس شفتوا شو حكت للدكتور لما قالها تطلع من المحاضرة؟ صح صراحة لو أنا محلها ما بعرف شو كان عملت بحالي. صح مهند؟ يعني زاد عليها شوي. طيب شو غنوة ما إجا وقت محاضرتك؟ شو حبيبتي؟ مستعجلة تخلصي مني؟ حق علي مشان تلحقيها. مزوقة. صح بتحب تمشي معي على المحاضرة نحكي سوا؟ غنوة روحي لحالك خلص، هي قاعد معنا. مرت اخوي عاملة ايفنت عمان فيستيفال كمان كم من يوم، بتيجي صح؟ طبعا بنيجي، بس كنا معزومين ولا بس مهند؟ اكيد كلكم. طبعا بنروح. يلا أنا لازم أروح. شو غريبة هالبنت صح مهند؟ صراحة غريبة البنت. عجبك الأكل حبيبي؟ فخم لعيونك، بس طبخت لك لزبيب مبادرة فخمة في الموضوع بس عشان تعرف. فبقول لك ريتا هاي معروف عنها أنها كتير بتضلها تشلف من الحفلات يعني. بس صراحة محبوبة. أنا والله متابعها كذا مرة، هاي مزة مزة. هيك عينك عينك مزة مزة؟ يعني إنه منيحة. غنوة؟ غنوة حبيبتي انتي كيف كان يومك؟ زفت. غنوة حبيبتي مالك، حتى اكلك ما كملتي في شيء؟ قلت مرة وقلت عن الرخيص غالي، جرح لي قلبي وجرح القلوب غالي. من النهاردة مالي
باب من النار. يا جماعة البنت واقفة قد تطلع معي ديت. نعم. انت ولك يا اجرب مين اللي برضى يطلع معك ديت؟ والله بنحب شو فكر. نعم يا اخوي، نعم يا روح امك. حبيبي ما عنديش ولاد تطلع ديت انا. انت ما بتعرف شو معنى الحب لانك متجوزة هذا. هذا بعينك هب. اصلا الحب كله كذب، ما في شيء اسمه حب لعلمك. هدول الافلام والمسلسلات بتخوتوا علينا، هذا كله كذب، هذا كله غلط. ما علينا، المهم انت تدقي لي لبستي. بحكي لك فيش طلعه، فيش طلعه. طيب طيب عم رجائي، قبل شوي كنت عم بتهزئني، هسه صرت بدك مني مصلحة؟ زين بمزح معك. حلاني انت والمشطوبة اللي قابلي فيك. مش مشطوبة، طلع طلع. اه والله كويسة هاي. اشوف؟ لا لا بخاف ادخاري. نعم يعني احلى مني؟ اوف بكثير. عوض اخوي بده يطلع ديت؟ عوض اخوي بده يطلع ديت؟ لازم تحمدي ربك انه في وحده يعني رضيت تطلع في عوض ولا اعجبت في عوض ولا. اصلا انا شاكك في الموضوع انه خطا. وفشرت عينك، عوض بجنن ورده. بكفي انه اسمه عوض، بيخزي بعر، بجيب جلطه، ببدلوش بخلاط ناشف خربان محروق الراس تبعه اللي تحت ومكسور بسيل. طبعا مش فاهم انت ليش عامله هالدراما ومكبر الموضوع كله. شو المسخره؟ انا ما عندي ولاد يطلعوا ديت. أنا تيما عندي بالبيت ممنوع، بمشي الكل على الخط المستقيم، فيش عندي حدا يطلع ديت. أنا لو مكانك بفرح إنه في حدا عبر أخوي، والله. ما هو عوض مش أخته. غنوة بنت، وفي فرق شاسع واسع فاسع. قال بنت تطلع ديت، هذا عندكو. هاي المعايير الازدواجية اللي عايش فيها طول حياتك هي اللي رح تنزلك الأرض. معاييرك لازم تكون واحدة، سواء ولد أو بنت. بدك تطلعهم ديت بيطلعوا ولد أو بنت. فيش يطلعوا ديت، فيش يطلعوا ديت ولد أو بنت. أنا ما عنديش عوض يطلع ديت، لا أولاد ولا بنات عندي يطلعوا ديت. أنا واحد بدرس قاعد واتسمت بعدة سمات منها الطهارة والتبطن. قبل يومين لسه كنت أدرس 1 بلس 1 يساوي 2، 2 بلس 2 يساوي شو يا عوض؟ أطفال أحباب الله. خالو انه احلى الاحمر ولا الاصفر؟ هاد 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 انه هاد عم رجائي لو سمحت دقيقه. انت بتقول لي انا لو سمحت؟ فيش غيرك. ايش بدك؟ انه احلى بلعنك هاد ولا هاد؟ الاثنين بيغزوا. تعال اساعدك، اثرت فيه. شوف عوض شو اللي صار معاك بتلبس ستاتي؟ ليش هيك كل اوعيك ستاتي؟ اسال اختك. تسبني؟ لا انا ما سبيتك على فكره، عادي. اوكي. انا صراحه عم بساعد عوض من باب تعزيز ثقته بنفسه، ومن باب انا اني اشعر انه في امل في الدنيا. يعني اذا صلحنا عوض بامكاننا نصلح اي شيء في هذا الكوكب. اذا عوض يعني كان عنده هاي الفرصه الاولى وربما تكون الاخيره في الحياه انه يطلع شكله بني ادم من خلالي، فانا لازم امنحه اياه. خلصت؟ شو رايك؟ رأيي إنه الحفرتلي بضل طول عمره حفرتلي. ضبط حالك يا زلمة، ما تعطيهاش هيك زفر ودهنة في اللبسة. بس كنت يسكر الزر. آه يابا شو رأيك؟ أشوف برفع هيك وقف زلمتي على الكامل. كله كذب. Isn't it? Just so. Your Highness. ظاهرة غريبة. غنوة بتبكي.
عمري ما تخيلت غنوة بنزل منها دموع. طيب أنا رايح أوصله على ال الديت. كل وقاحة كمان هو رايح وأنت بدك توصله على الديت. مش أحسن ما يضيع وينفعل وأبصر نتلبس فيه لما أهلك يرجعوا؟ تغلبيش حالك كله على الفاضي. طب خليك هش هش أحسن لك. طب اخرس عوض. About the good old days, just memories of my younger years. That some have seemed to slip away. Our life goes by so fast, but the memories will last. Tima. ايش في؟ ايه ولا اشي بس انفعلت شوي. طب يلا انا بروح اوصله. استنوا خليكم مكانكم. استنوا ما توسخهاش هنا رجعها لصاحبها. تعطيها اياها عشان تترك good impression. اوكي. والله العوض كبر. لسه السيزن الماضي كان في العز طوله هالقد، هلا صار هيك اطول مني. بطلع ديت. سبحانه في مكانه، صدق من قال القرد في عين امه غزال. عوض؟ كيفك؟ شو وين طالع العرس؟ لا جبت لك وردة. ليش؟ أنا هيك بشوفهم بالأفلام والمسلسلات بيعملوا ديت وأشياء. ليش ما نعمل له يا حبيب؟ معي. حرام مسكينة. خليك تضحك انا رايح. حرام. شميها والله زاكي حلو الريحه. انا دائما كان جاي بالي ادوقها هاي، فاليوم لازم ادوقه. والله البطاطا انا جاي هون بس عشان البطاطا. انت انه جيبي هدول اربعه وكل يوم لحالك. انا لا بدي هاي. كله كذب. فاكريننا هبايل، ضحكوا علينا. أنا بس كان نفسي أعرف ليش وافقت تطلع معي ديت وبالآخر تضحك علي. أعطيني أشوف شو بعثت لها. بس لا تبعتي لها إشي، لا تفكر إني إني كثير ميت عليها. وين الباقي؟ بس هيك ما في باقي. مش فاهم يعني أنت وين طلبت تطلع مع هديت؟ هي هون هون. أيوة هي هي هي. شو عامل اليوم؟ بس؟ عن جد عم تحكي؟ أنت أهبل؟ شو بدي فهم هالمسكينة؟ يعني أنا ليش بعثت لها شو عامل اليوم إذا ما كانش قصدي الديت؟ وضعك صعب. كل كل وانسى.
26 years of experience working against him. Think he's even big enough to sink the ship. يعني صار لي 3 اشهر بشتغل على هذا المشروع بيروحوا بيغيروا لي البني ادم اخر لحظه بيجيبوا لي واحد زنخ. تيمو خذي كلي وانسي. ما حدا بيستاهل ولا حدا. كله كذب. والله كذب. مين يبربس معي؟ رجاء مش وقته. بدك تختار مود ووقت صح يعني. مود؟ مود يا حمار؟ لهالدرجة وقت مش مناسب؟ بالمرة! أنا شو يعني كل اللي كنت بحاول أعمله إنه بس أندمج في هاي العيلة وأكون جزء من هذه الأسرة اللي تغيرت علي لما أنا روحت. رجائي بكفيك دراما، كل وانسى. آكل. بحبها مع شيبس. كله كذب. كله كذب، هذا الحكي كله كذب. ايش قصدك يعني حبنا كذبة؟ كلي بنسي، كلي بنسي. أنا آسف تيما، أول مرة ببكي قدامك. بس هو الواحد شو بده من هالدنيا؟ إلا شوية حب. عن جد! عندي لكم سؤال، بتعرفوا شو يعني؟ بس ما فهمنا شو يعني فيميل. البموس كل فيميل.